لا أحسنت، نعم، الحذف في الإملاء هو عدم رسم حرف منطوق به، وكنا قد رأينا مجموعة من الأسماء الموصولة التي تحذف لامها، فما هي؟ الأسماء الموصولة التي تحذف لامها هي، نعم أحسنت، الذي، التي، والذين. لماذا؟ لأنها تستعمل بكثرة. ما رأيكم أن نبدأ هذه الحصة بلعبة؟ أحل الألغاز التالية بعد تعبئة الفراغ باسم الموصول المناسب. هيا أيها الأذكياء لنبدأ. اللغز الأول، ما الشيء اسمه مثل لونه؟ نعم، ماذا نقول؟ ما هو اسم الموصول المستعمل هنا؟ أحسنتم، ما الشيء الذي اسمه مثل لونه؟ هل وجدتم حل اللغز؟ جيد، نعم، إنه البرتقال. اللغز الثاني، أنا تحبني الفتاة وأكون في شعرها مثل سنبلة. يا ترى ما هو الشيء الذي تحبه الفتاة ويكون في شعرها مثل سنبلة؟ ولكن قبل ذلك، ما هو الاسم الموصول المستعمل في هذه الجملة؟ جيد، أنا التي تحبني الفتاة وأكون في شعرها مثل سنبلة. هل وجدتم الحل؟ ممتاز، إنها الضفيرة. هل نتابع؟ هيا، اللغز الثالث، ما يخصني ويناديني به الناس؟ ما هو الاسم الموصول المستعمل هنا؟ جيد، ما الذي يخصني ويناديني به الناس؟ فما هو جوابكم؟ رائع، اسمي، طبعا اسمي. اللغز الأخير، ما تبكي لتسقي الأرض؟ ما هو الاسم الموصول المستعمل هنا؟ جيد، ما التي تبكي لتسقي الأرض؟ فكروا جيدا. أحسنتم، إنها الغيمة. لننتقل إلى نشاط آخر، أتم باسم موصول مناسب. لدينا مجموعة من الجمل، وسنتذكر الأسماء الموصولة التي رأيناها. الجملة الأولى، الأرض جفت تنتعش بهطول المطر. هذا هو حارس الغابة يحمينا. سافر الأطفال يحبون النزهة إلى غابات أبجان. هذا الشبل هو لا يفارق جماعة الأسود. لديكم مهلة للتفكير، يمكنكم إيقاف الفيديو ثم بعد ذلك تصححون. نجيب عن السؤال الأول، الأرض، ماذا نقول؟ أولا الأرض هنا كيف هي؟ إنها مفرد مؤنث، فماذا نقول إذن؟ الأرض، نعم، الأرض التي جفت تنتعش بهطول المطر. أحسنتم. الجملة الثانية، هذا هو حارس الغابة يحمينا. ماذا نقول؟ قبل ذلك لنفكر، حارس الغابة، حارس هنا مفرد مذكر، فنقول إذن، نعم، هذا هو حارس الغابة الذي يحمينا. تابع الجملة الثالثة، سافر الأطفال، فكروا جيدا، لدينا الأطفال، الأطفال، نعم، جمع مذكر، فالجواب إذن، ممتاز، سافر الأطفال الذين يحبون النزهة
إلى غابات أركان. الجملة الأخيرة: هذا الشبل هو الشبل. نعم أحسنتم، إنه مفرد مذكر. هذا الشبل هو، جيد، هو الذي لا يفارق جماعة الأسود.